ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول سيد صالح الجبري رئيس مركز يني يمن. مرحبا بك سيد صالح. أنباء عن سيطرة قوات شرعية على مديرية القبيطة في محافظة لحج، ما أهمية هذا الانتصار برأيك؟ شكرا جزيلا. الشرعية في الفترة الأخيرة تتقدم ب تحرير مناطق كثيرة، ومنها ما حدث اليوم في مدينة لحج، وهي منطقة استراتيجية أيضا ستؤدي التخفيف من الضغط على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة تعز المحاصرة منذ 3 سنوات. وبالتالي هذا الانتصار أيضا انتصار هناك في ميدي وحرب وفي صعدة وفي جبهات الجوف ونهب، هناك تقدم للجيش الوطني وضربات مكثفة من طيران التحالف العربي، خاصة بعد أن أصدر الرئيس هادي التوجيه بحسم المعركة في مدينة تعز حتى لا يحصل في هذه المدينة الجرائم أخرى مما ترتكبه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين والأطفال. فأتوقع الأيام القادمة حبلى أيضا بالمفاجآت والانتصارات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم، ولكن صواريخ الحوثي لا تزال تطلق باتجاه السعودية، ما أهداف تلك الصواريخ برأيك وتأثيرها في حل الأزمة اليمنية؟ الحوثي يهدف من هذه الصواريخ ويريد إرسال رسائل للداخل والخارج بأنه يعني لا زال قويا بعد مرور 3 سنوات من عاصفة الحزم، وأراد أن يطمئن الأتباع يعني أتباع الحوثي لحضور المهرجان الذي دعا له في ميدان 70، ولم يكن بذلك المخطط له، وبالتالي الناس قد يقون على حياتهم ويعانون الجوع والفقر وغياب المشتقات النفطية ورواتب يعني منعدمة أو لا توجد رواتب للموظفين منذ سنة و8 أشهر، وبالتالي وضع الناس وضع مزري جدا. فكان يريد بهذا اطمئنان للشعب اليمني أن الحوثي ما زال قويا، ورسالة أيضا لقوات التحالف أننا ما زلنا أقوياء، وبالتالي هذه عصابة وميليشيات تتوقع منها أي شيء، فهي لا تؤمن إلا بالقتل بحمل السلاح، ولكن هذه الصواريخ لم تؤتي اثمارها كما كان يتوقع الحوثي. ولكن ما تداعيات هذا الاستهداف المتكرر؟ يعني التحالف العربي أكد أن صواريخ الحوثيين من صنع إيران، هل تتوقع من تداعيات هذا الاستهداف المتكرر بصواريخ الحوثية الإيرانية تتوقع مواجهة مباشرة بين السعودية وإيران في اليمن؟ المواجهة المباشرة لا أتوقع أن تكون، لكن أتوقع أن تكون عبر يعني أذرع إيران في سوريا والعراق ولبنان وفي اليمن بميليشيات الحوثي الإيرانية. من الصعب أن يكون هناك صدام مباشر. إيران طبعا تلعب بالتقية والخفية وأطرأ أذرعها في هذه الدول ومنها ميليشيات الحوثي في اليمن. هي تحاصر الآن السعودية من جهة العراق ومن جهة اليمن، وهنا ينبغي على التحالف العربي برئاسة السعودية أن يعرفوا ومؤامرة وخطورة إيران، وأن ينتقل هذا الكلام عبر القنوات الإعلامية إلى واقع وإلى ضغط. كنا نتوقع أن يحدث هناك ضغط عسكري قوي من طيران التحالف على ميليشيات الحوثي وقيادات الحوثي التي تظهر احيانا في تدريبات معسكرات يعني ويعني في في في, في النهار وعلى الملأ. وبالتالي اتمنى يعني اتمنى ان نرى جهودا ملموسه في واقع الميدان من قبل قوات التحالف العربي، وهذا يبدو لي ما ظهر اليوم في مدينه لحج، واتوقع ان يحدث ذلك في الايام القادمه. شكرا جزيلا لك سيد صالح الجبري رئيس مركز يني يمن.